السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير وصباح الجمال، صباح المحبة وصباح الخير والبركة، وصباح الوطن، صباح السودان الجميل، صباح دايما كل شعبنا الجميل يكون صابر وصامد ومستقر وآمن بإذن الله تعالى. صباح الحرية والسلام والعدالة، صباح جميل بتمناه لكل مشاهدي قناة الهلال الفضائية والموج الأزرق الصباحي FM. يوم السبت المختلف، كل طاقم عمل اليوم يحييكم، يتمنى لكم يوم سعيد وجميل تقدر تحققوا عن طريقه كثير من الأمنيات والأحلام. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل دعانا ويتقبل كل أمنياتنا وأحلامنا، فأن يكون السودان والوطن الحبيب آمن، آمن بكل النواحي وآمن من ناحية كل الظروف وكل الأحوال المفاجئة اللي بتمر علينا في البلاد. ربنا يحفظنا منها جميعا، وربنا يرحم كل شهداء الثورة السودانية ويرحم كل شهداء بلادي ويتولاهم برحمته بإذن الله تعالى، وربنا يشفي لنا كل المصابين بإذن الله تعالى ويرجع لنا كل الناس اللي فقدناهم لأسباب نحن عارفينها وأسباب إلى الآن بعيدة عننا تماما. اللهم احفظ البلاد والعباد، اللهم احفظ البلاد والعباد، اللهم احفظ البلاد والعباد. في ذات السياق، في حفظ البلاد والعباد، شباب اليوم وهم شباب القد في ذات الوقت بنتمنى أنه يكونوا بأتم صحة وعافية. موضوع حلقتنا اليوم حاولنا أنه نربطه بجزء كبير بالوطن الحبيب ونربطه بجزء كبير بشبابنا اللي هم دائما نحن عايزين نحافظ عليهم ونخليهم في قوة جسدية وصحية كاملة على أنه يقاوموا كل المشاكل ويقاوموا كل الظروف البيئية والمجتمعية والاقتصادية اللي بتحصل يعني بصورة غير مباشرة وبصورة غير مستمرة في وطننا الحبيب، بأنه نحن نحافظ على صحتنا في تعاطي كثير من أنواع المخدرات وبشكل كبير. مخدر هو ممكن يكون مهدد بالقتل والانقراض لكل البشر لفئة عمرية معينة، حنقدر نتناقشها مع بعض من خلال حلقتنا اليوم. ولكن في البدء خلونا نسمع أغنية جميلة نهديها لكل الناس اللي بيشاهدونا وبيسمعونا، ونرجع نواصل معاكم بإذن الله.
لك سوا كنا السلام.